نحن بنعرف انه بلدنا هو من زمن، هو خاصة من ما قبل الحرب وخاصة خلال الأحداث الأليمة وما بعدها ولحين. المجتمع المدني هو مجتمع حي، في قوى حية، في قوى جدا متضامنة متعاضدة يلي هي سمحت أن يقوم البلد من كبوته بالسرعة يلي شاهدناها صح. خاصة بعد الحرب صح. هلأ من في بالعالم يعني موجة ذهبت نحو ثقافة ما يسمى بالمجتمع المدني. هذا المجتمع المدني هو نتج بعد الحرب العالمية الثانية، لأنه كل الدول لم تكن على مقدرة بأن تقيم أو تعود لتنهض ببلدانها، خاصة أنه كانت منهارة. بهالواقع المرير صاروا يقولوا أين هناك قوة مجتمعية تقدر تساعد، فلتكن هي إذا بدك هيك المساندة هي الرافعة. اليوم بلبنان، في لبنان هذا المجتمع كمان يستنهض الهمم. هلا هناك بعض الناس يلي تجنح طيب هيدا استثناء ولا يمكن لنا. طب خلينا نحكي عن الفعالين، هل هم عم بيعوضوا غياب او تقصير الدولة؟ انا بعتقد لاقول بشكل اساسي خلينا نمشي شوي بالمنطقة يلي تعرضت لتفجير المرفأ. خلينا نمشي ونشوف قديه لو من هذه الطاقة صح. التطوعية وهذه الجمعيات كان بقى يمكن اليوم على القليلة أنقص ب80% مما نشهده من نهوض واستنهاض وترميم لكل الـ يعني المدينة يلي تهشمت. فبالتالي أنا بعتقد لا عملوا دور، بس ما حدا بحل مطرح الدولة، لأن الدولة هي المسؤولة الأولى. إنما يمكن أن تساند بهذا الجهد، نعم. وهناك جهد أنا بعرف، بس لأقول كلمة واحدة لأن ذكرت فرح العطاء وأنا أكيد. مني بقى تفضل. مسؤول بفرح العطاء، أنا بدي أقول في 6000 شاب وصبية كان في 14 جنسية متطوعة كانوا على مدى سنة كاملة، ولحد اليوم في طاقة شبابية من كل لبنان أتت، وأكثر من 112 أو 16 بناية أعيد ترميمهم بمناطق كاملة. أنا بدي أقول هيدي الطاقة الشبابية يلي هي بتعطينا الأمل، نركز عليها لأن هي صورة لبنان، وهي هيدي الصورة يلي بتبني وطن وترد، مش صورة فقط جمعيات ومجتمع بترد للبنان، صورة يلي هي اللي بدنا إياها، صورة دولة تحترم الحقوق وبترعى مواطنين.